a sensation of suffering resulting from not just stimuli. يعني راح يجي تحفيز، هذا التحفيز، أي تحفيز، ممكن ضغط، ممكن لا سمح الله chemical reaction، ممكن حرق، هذه كلها المحفزات لمسببات الألم اللي تصدر عنها الألم اللي إحنا نشعر به. آخر مرحلة هي شعور بالألم، أكو عدة مراحل قبل ما إحنا نشعر بالألم. It is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. يعني حيصير عندنا ضرر بالنسيج أو ممكن احتمالية الضرر اثنينات راح تؤدي إلى نفس النتيجة، تؤدي إلى أنه تنتقل هذه ناقلات الألم إلى الريسبترز المستقبلات، تنقلها إلى الناقلات، بعدين تنقلها إلى الجهاز العصبي المركزي، وراح يتفسر إلى أنه هو ألم راح نشعر به إحنا كإحساس. طبعاً أكيد pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual potential tissue damage. Acute pain resulting from injury will generally initiate a reflex. حيصير تفاعل، هذا الرفلكس يعني فتشي انعكاسي ضد الألم. أيضاً the injured region becomes sensitive to even light touch. مرات الألم يجيك مريض يقول لك أنا حتى الضوء ده يوجعني. أكيد هتسمعوها بحياتكم العملية إن شاء الله. أكو مصطلحات تفسيرات المريض يفسرها. اي مجازيه، لكن هي بالحقيقه هي علميه، لكن هو ما يعرف الصيغه العلميه فيعبرها باللي هو يحسه. هو المريض راح يعني نجلس على الكرسي، انت من حتشوفه هو راح تسمع قصته بالطريقه اللي هو راح يحسها، لكن انت تسوي لها ترجمه على العلم اللي موجود بالكتب حتى يعني نقدر نوصل للتشخيص المناسب. It refers to central pain sensation, increased response of neurons following the normally non-painful, often repetitive stimulation. Allodynia can lead to the triggering of pain response from stimuli which not normally provoke pain. يعني عادة الـ هو الألم هذا قلنا شعور يصير بسبب stimuli، يعني ماكو واحد يجي قاعد الحالة ويتألم، لا أكو غير آلام، الآلام اللي النفسية، آلام إحنا ده نقصد الألم اللي صار بسبب injury، يعني بسبب فشي موجود عضوي بالإنسان. هيبرالجيزيا هو فرط الألم، هو هذا فرط الألم، يعني هذا الشعور المتزايد بالألم اللي إحنا نسميه overreactive to painful stimuli، يعني إحساس بالألم أكثر من اللازم. يعني مثلا يجي واحد يقول لك أنا الليل كله صار 3 أيام منايم مثلا، هذا معناته الضرر هالقد ما شديد، يعني وغالبا يكون مثلا علاقه بعصب السن او فتشي او انجري يعني خارجي، فيكون يعني زايد شعوريا الالم، عنده زياده شعوريه بالالم اكثر من الطبيعي. An increased response to the stimuli that is normally painful at the site of injury of or inflammation، اما بسبب الالتهاب او انجري اللي هو الضرر. Primary hyperalgesia result from direct effect of injury to the skin and nervous tissue. غالبا اللي هي البدائية تكون بسبب ضربة إلى النسيج، يعني ضرر للنسيج، راح يصير هذا الستيمولاي راح ينقل إلى العصب وراح يتحول إلى pain، إحساس شعره أنه هو pain. طبعا يوجد خمس يعني 5 pathway of the pain، خمس مراحل. Nociceptive pain occur، مسببات الألم nociceptive هي مسببات الألم، occur in 5 phases يعني 5 مراحل. Transduction أول شيء وضوح، فشي يتوضح. Conduction اللي راح يكون توصيل، وtransmission modulation راح يسوي remodulation يعني تفسير له، وperception اللي راح يترسب الألم بطريقة معينة فراح تتوضح الصورة للألم. Transduction begins with peripheral terminals of nociceptive C fiber. طبعا النيكوسبتيف سي فايبر هي الاعصاب السي اللي مسؤولة عن السنسوري، الاحساس الشعوري السنسوري مو الموتر، يعني sensation اللي راح تعبر لنا عن الالم. احنا الالم كله ويا من؟ ويا السنسوري مو ويا الموتر نشتغل، فنشتغل على السنسوري برانش اوف ذا نيرف. اوكي ده مفهوم الكلام.
The spinal cord carries the pain message. طبعا راح يحملها spinal cord راح توصل للمسج وراح ينقلها لمن؟ راح ينقلها الى البرين للدماغ. الدماغ هو اللي حيفسر. الدماغ اللي حيفسر انه هذا السن ده يوجع، هذه ايد، هذا ظهر، هذا اذن، هذا هو اللي وراها راح يعطيك التفسير للموضوع. وبعدين وراها راح تبدي انت تقدر تميز بهذه المسج اللي ترسل، وراح تروح للبروسيس اوف ذا مسج، يعني عمليه انه هذه المسج شلون تنقل وتوصل لك. Cellular damage and inflammation increase concentration of the other chemical mediators. عندنا اكو في الجزء دفاعي اللي هي نسميها pain killer بالجسم. سبحان الله خالق لنا بعض الكيميكالز اللي هي تأثر على الألم وتقلله، يعني فت حماية ربانية من رب العالمين. مثل عندنا الاندروفين and epinephrine are the body's natural painkillers. يعني بعض الناس هسا شوفون بحياتكم العملية إن شاء الله المستقبلية، أنا عندي صديقتي من عندهم تجي أسوي لها الحشوة بلا بنج. أنت إحنا نشوفها هاي صعبة، يعني أنا ما خلي واحد تخصني بلا بنج، مستحيل يعني. لكن هذا هو اسمه، هي وهاي عندها مثلا هذا يشتغل أكثر من غيرها، فلذلك ما تحس بالألم. هي يعني الإحساس بالألم وعدم الإحساس بالألم غالبا يكون مو شيء إرادي أنت تختاره تشعر لو ما تشعر، لا هو واقع حال. لكن أكو فروقات فردية ما بين الناس، مثل هذه عليها صديقتي أنه هم عندهم يعني البين ثرشولد عالي، فقدرة تحمل الألم تكون عالية. شنو سببها؟ سببها أنه عندها البين كيلر عندها عالية، يعني الاندورفين الاندورفين والإيكونفلي هي أصلاً هي ناتشرال بين كيلر عندهم مرتفعة، فلذلك هم يتحملون الألم أكثر من غيرهم. Clinical evaluation of the pain. Clinical evaluation of the pain require understanding of the patient's subjective perceptions of the discomfort. To reach such an understanding, the following aspects must be studied. يعني احنا شلون نقدر نشخص المريض ونوصل للتشخيص؟ هو بس يقول لك ألم، نهائيا هاي الكلمة لوحدها ما بتكفي انه احنا نعرف شنو الألم. الزامن لازم نعرف مواصفات هذا الألم. المواصفات راح تتحدد ببعض المعايير اللي احنا عليها راح نحكم. اول معيار اللي هو الانست اوف ذا بين. الانست يعني pain brief duration from its onset to the request for the treatment can suggest inflammatory somatic pain and exclude a chronic condition. الانست يعني يقول مثلا انت جاك المريض قال البارحه الليل كله من عين من ورا سني، اوكي، واصلا ما ادري حتى وين ياسن، هذه الجين كلها توجعني دايركت. انت مباشره وراء هذه القصه راح تعرف انه هاي القصه هي اكيوت. ليش اكيوت؟ لانه الانست مالتها ليله امبارح، يعني ليله واحده بلشت يوجعها، اذا غالبا هو اكيوت بالبايتس غالبا. بينما من يجي واحد مثال عليه يجي وارو يقول لك دكتور هذا صار 4-5 مرات يورو واخذ دواء ويروح، انت الزاما راح تتخيل شنو هذا؟ هذا كرونيك ابسس اكيد، لانه وارو اكيد اكو ابسس اكثر من مره دا يلتهب عليه سنه ودا يوجعه بحيث يجي صار ريسيستنت للانتيبايوتيك، يعني انه دا يظل ياخذ نفس الانتيبايوتيك. فهاي انت راح تميز، راح تعرف كرونيك او اكيوت، لانه من نبني الكيس شيت احنا الزاما راح ننطي يعني ديفرنشال دايجنوزز. فشلون نوصل له؟ نوصل له من خلال سماع قصه المريض. Localization of the pain. هسا حكينا على onset اللي هو duration. هسا localization of the pain. Somatic pain of the oral and perioral region nearly always arises from the affected site, which is readily identified by the patient. Localization أكيد هو حيحدد المريض غالبا راح يقول هذه الجهة كلها توجعني. ممكن ما يحدد السن نفسه ممكن، لكن يحدد جهة يقول لك فوق quadrant بالضبط، ممكن فوق ممكن تحت يمين او يسار، ممكن يقول لك يعني ما اقدر اميزه، هو يعترف اصلا يقول انا ما اقدر اميز وين، لكن هذه الجهه كلها توجعني. فاحنا هذه اللوكاليزيشن اكيد ما راح نشوف على الجهه الثانيه، هو الزاما بالانترا اورال اكزامينيشن لازم نفحص الانترا اورال كافيتي
جميعها يعني. لكن احنا من يجينا حالة مشخصة يريد يعني تريتمنت بالمستقبل يعني بعياداتكم ان شاء الله، راح تشوفون اكيد نظركم على الجهة اللي هو موجوع من عندها. characteristic of pain، البين هو الألم عنده هواية يعني صفات وأشكال، مو إلا الألم هو نفسه. مثال على ذلك مثلا احنا عندنا ألم يقول شارب قوي أو نبضي ينبض دائما، ألم العصب يجي من تقول هذا توقع به عصب دكتورة ينبض عافية أمبلس بالضبط. فهذا من نقول له من تحسه ينبض يعني تخلي بالك على أغلب هو روت كانال ماشي. مرات بيرنينج اتشينج، اكو هوايه يعني اشياء تختلف بالمستقبل من راح نمشي بالمواضيع راح يبين وين الاتشينج يصير وين البيرنينج سنسيشن يصير. طبعا مودريت اور سيفير هو راح يقول يعني يقول يعني اقدر اتحمله. من تشوف مريض يعني مريض يقول لك سني بي الم بس انا يعني اوكي اتحمله، فيبين هذا مودريت. يعني احنا هو ما راح يقول لنا مودريت اور سيفير، لا احنا اللي راح نترجم كلامه على اللي احنا نعرفه. هاي دائما لازم نخليها المريض راح يعني يحكي القصة بالطريقة اللي هو يفهمها، بس احنا لازم عندنا المرادفات انه كيف الالم نترجمه للطريقة اللي ممكن انه توصلنا للتشخيص. The course of pain. The course of pain often suggests possible causes. Increase in the severity of the pain is typical of progressive acute inflammation. مثل ما حكينا أنه acute inflammation اللي حيكون الكورس مع البين مات يعني كورسة الليل مثلا كل ليلة جيت للكلينيك مالتنا هذا راح نشخصه acute. أوكي في حالة أن أن إذا أكو periapical lesion هذه اللي هي حتكون البين يروح ويرجع راح نشخصها انه هي كرونيك وليس اكيوت. الفاكتورز ذات التر ذا بين، ان بعض العوامل اللي هي تاثر على الالم. مثلا واحد يقول لك من اتمضمض يروح الالم، اتمضمض مي وملح يروح الالم. غالبا انت من هاي الجزئيه وين الشخص تروح على انه البري يعني بريودنتال ليجامنت والبريودنتال اريا هي اللي بيها انفلاميشن، فلذلك هو ده تريحها. ولا ده اكوت والبايتس لا يفيده مي ملح ولا يفيده اي شيء، يعني ده هو اكوت والبايتس مستحيل. بس بعض الالام اللي هي تكون مصاحبه اللي هي لها علاقه ويا الميوكوزا ممكن انه تتاثر بهاي الاشياء. الاسوسييتد فايندينج certain systemic conditions can cause or influence العامل الأخير اللي هو العوامل اللي مساعدة أو مصاحبة مع الألم، يعني علامات إحنا نشوفها ويا الألم أو هو يحكيها ممكن أنه يحكيها. مثلا certain systemic conditions can cause or influence the nature of pain and variety of drugs can accentuate the pain perception. Emotional stress may exacerbate the somatic pain or suggest psycho جينيك نيتشر. دائما يعني المرضى اللي يعني تكون نفسيتهم تعبانه عندهم ديبرشن هذا حتى الشيء البسيط اللي يعني بقيه الناس يعني ممكن انه هم يعني يتجاوزوا هو ما عنده القدره على تجاوز هذا الالم، فلذلك تصير يعني تصير فشيء مختلف ما بين يعني انسان وانسان. نبلش بالاوروفيشال بين. اوكي شلون تمام. The orofacial pain is a complaint that around the world affected millions of people on a daily basis. It considers any symptoms that occur from a large number of disorders and diseases that result in a sensation of discomfort or pain felt in the region of the face. يعني من النادر أنه تلقي واحد ما عنده مشكلة orofacial pain. طبعا نقول orofacial pain راح نشمل ال oral cavity الوجه كله وممكن الهيد والنيك كل هذه تتأثر وتؤثر على الأشياء اللي ممكن نلقيها بال oral cavity. فلذلك احنا ندرس ال orofacial pain تقريبا بكل تفاصيله. ترتبط يعني دراسة ال orofacial pain وهي دراسة الاناتومي. ليش؟ لأنه إلزاما لازم نعرف مثل ما بالمحاضرة السابقة الدرين مال الليمف نود، إذا إن شاء الله من تقروها وتشوفوها
لازم نعرف ايضا تفرعات النيرفز اللي هي تاثر علينا، وهي حتى نعرف وين نلطي بعدين الانستيزيا وكيف نعالج الاسنان اذا كان العلاقه بالدنتشن. يعني اذا العلاقه بغير الدنتشن طبعا يكون الى غير يعني غير علاج. بالنسبه للاوروفيشال بين از A symptoms it may due to disease of the orofacial structure, generalized muscle skeletal يعني بالعضلات، العلاقة ممكن بالعضلات، ممكن بالعظام الوجه، وممكن أيضا العلاقة بالoral cavity، وممكن العلاقة بsystemic disease أخرى. أيضا يكون المريض يجي يقول عندي وجع بوجهي orofacial pain. Okay. Most frequently, the dental pain due to the dental caries, although or broken filling or tooth abrasion may also cause dental sensitivity. Other oral pain are usually periodontal or gingival in origin. إحنا origin of pain عندنا أما يجي من الأسنان إذا ندخل على داخل oral cavity، أما من الأسنان أو بالأنسجة المحيطة للأسنان اللي هي gingival or periodontal tissue. فهذه ثيناتهم، هذولا ثيناتهم هم المسببات تقريبا الأكيدة داخل الـ oral cavity للألم. Chronic orofacial pain is a term used to describe the painful regional syndromes with a chronic unremitting pattern. يعني الـ chronic orofacial pain إلى علاقة غالبا وهي أمراض مزمنة، هي مو إلا مزمنة أنه طول العمر، لا ممكن حالة هي مزمنة. هسه نجي بال مثل النيورالجيا، هذا اللي عنده الشقيقة، هذا يظل بعيد عنكم الشر كلكم، يعني الشقيقة هذا كل ما يتغير الموسم هو يصير عنده ألم صداع وما يدري، يجي على الطبيب الأسنان ويروح يفتر على غير طبيب، هو محتار، لكن هو التشخيص مالته مو أسنان السبب ولا العلاقة بالأورال كافيتي. يعني أتذكر كان عندنا مريضة تجينا المريض عفوا يجي العيادة قلع السكس كلها، يعني قلع السكس ثلاثتهم زين. هو اجى يمنا قلنا له ما يصير تقلعها، قال لا انا لازم اقلع هذا الالم بهذا السن. انت شايف مرات مريض يجي يقول الا هذا السن، ساشوفه بالمستقبل يجيكم هذا المريض لازم، يعني هذا يعني ثابت يقول الا هذا السن ويأشر الابر سكس. قلنا له ما بيشي ما ينقلع، اخذ اشعة قال انقلعها هم مقتنع، المهم راح قلعها anywhere. رجع قال اريد الابر 7 نفس السايد ايضا، عيني ما بيشيل الابر 7 احنا ما نقلع لك اياه. ايضا راح اجى قال مفاد قلعته مفاد، قلنا له ما يفيد، احنا قلنا له هو مشكلته هذا شنو عنده، عنده كرونيك سينوسايتس، كل ما تلتهب الجيوب الانفيه يصير فلو او اي شيء الالم يحسه وين؟ يحسه بسنه، هو أسنانه ما بيها شيء لكن هو يحس بسنه، فقد أسنانه وهو المشكلة مو بالأسنان، المشكلة هو بجيوب الأنفية، لأنه هو كرونيك سينوسايتس يعني التهاب الجيوب الأنفية المزمن. فهذا لو قد ما نقلع على إحنا قلنا له لو نقلع كل أسنانك رح يظل، لأنه أنت عندك مشكلة بجيوب لازم تتعالج مو الأسنان بس. هو المرة يعني مريض يستسهل أنه سنه خلاص، مو مثل يعني جيوب أنفية ولازم عملية وهيجي أشياء يعني. فالمريض مرات يجي انه هو يعني مو الا هو يعرف حالته الحقيقيه، بس طبعا يعني هو ما يعرف حالته الحقيقيه بس يعني هو يتندم شخص نفسه وهو يتندم بعدين بالضبط. قلنا الكرونيك اولوفيشن قلنا ديسكرايب بينفول ريجنال سيندروم وذ ا كرونيك اند ريميتنج باترون. الانوثيك كونسيدريشن كرانيال نيرف تراجمال نيرف، هاي الاعصاب اللي لازم انتم بصراحه يعني تقروها على الاناتومي، لانه الزاما لو موجود عندنا يعني فد مانيكان او فشي كان يعني استطعنا ان نشرح عليها يعني بصراحه اكثر يعني دقه. شلون ايه اقول لك انا 12 نيرف القديمات 12 نيرف نفس وما غير اول اذكرهم يعني لا اكيد يعني هي بس بالاستمراريه هو احنا الفيشل مالتنا والتراجمال اكثر اثنين الفيشل والتراجمال اكثر شيء اثنين يعني هذول تبعنا الفيشل نيرف والتراجمال نيرف.
اي لوزا فازنجيا والفيغاس انت حافظيها هي يعني احنا الخامس والسابع مالتنا الباقيين لا بس مرات يعني نضطر انه لازم نعرف وين يعني يعني انه ممكن كل شيء يصير يعني انه ممكن اكو شيء له علاقه يعني الكلينيكال اورال فيشال بين مي سب ديفايدد انتو 3 مين سيمتوماتيك كلاسز الكرونيك احنا الاكيوت حكينا عنه الكرونيك راح يكون عنده ثلاث سيمبتومز يعني مراحل او شلون نسموها يعني ممكن انه ميوكو ماسكولوسكيليتال اللي هو العلاقه بالمسلز والجهاز العظمي يعني يعني المسل العضلات والعظام ممكن العلم نيوروباثيك وممكن نيوروفاسكولار العلاقة بالجهاز الأوعية العصبية والجهاز العصبي وجهاز الأوعية يعني الدموية ماشي يعني بالنسبة للpossible causes of facial pain أول شيء dental pain هذا يعني ثابت TM joint والneuropathic neurology اللي حكينا عنها قبل شوية والpathology related structure ممكن salivary gland ممكن sinus eye كل هاي العلاقة بينها يعني ترى يجي المريض اللي عنده مثلا التهاب بالسن العقل السفلي يقول له اذني توجعني يعني ممكن يضرب سني واذني يعني يربط مثلا عنده الابر ايت يربط ابر ايت عيني توجعني مرات يجي يقول حتى عيني حس بيها خدر يعني هكذا ما الالم شدة الالم يعني فالدنتال بين يعني هذا له علاقة بكل ممكن كل العلامات التجريحية الموجودة بالوجه. Differential diagnosis of orofacial pain, intracranial pain disorder, neoplasm, abscess, hemorrhage. أكيد يعني هاي اللي لها علاقة ممكن أنه تسبب لنا الألم اللي هو orofacial pain. Primary headache disorder اللي لها علاقة ويا neurovascular disorders و الميغرين كلاستر هيديك كثير انواع موجوده يعني هاي لازم يعني حضراتكم انتم يعني تحفظوها لانه لازم حفظ يعني هذه ما بيها مجال وعندنا اليوروجينيك بين ديس اوردر بروكسيمال نيورولوجيز بقيه العلامات التشريحيه كلها مذكوره الكلاسيكال ساين اوف انتراكرينيال بريشر راح نجي على الانتراكرينيال بريشر اللي هو more one division may be involved in an advanced lesion. There may be a sign of elevation in the intracranial pressure, ICP. If this cause is intracerebral, then there may be neurological defects to be demonstrated. زيادة الضغط بالintracranial pressure هذا اللي هو حيكون بسبب يعني مثلا صداع قوي يحس هو يعني يعني فشي داخل الكرانيال يعني فهذا مسبباته بتكون ممكن other clinical features اللي هي تصعد لنا هذا الضغط العصبي اللي هي الهيديك البابيلوداما نوزيا vomiting عندنا البراديكارديا brain swelling traumatic injury to the head كل هذه تسبب لنا زيادة بالضغط اللي هي الانتراكرانيال بريشر المحاضرات تفصيلية لربما مو كلش تفصيلية جدا جدا هي تفصيلية يعني هو كأنما يعني الكتاب كله الكتاب كله احنا وصل احنا للكرونيك ونتوقف اوكي الدياجنوستيك تيستس هسه احنا عندنا بالنسبة لنا شفنا المريض وشرح لنا عن القصة الألم اللي هو دا يعاني منها يعني في بعض الأحيان تكون واضحة بعض الأحيان نحتاج يعني تحاليل أو نحتاج فحوصات أخرى تشخيصية حتى نقدر نوصل للتشخيص اللي احنا يعني نقتنع به واللي هو حتى نعالج المريض مثال السيتي السيتي تعرفوه أنتو السيتي سكان أكيد يعني اللي هو عبارة عن الفحص المقطعي الراديولوجي الى الحاله نعم بالضبط التي ام جوينت راديولوجي اللي هي الاشعه للتي ام روماتويد جوينت دياجنوستيك اوكلوزال ابلاينس سيرفايكال سباين فيلمز
التحاليل ممكن الاي اس ار سيري اكتيف بروتين، هي اكثر اثنين معتمده الاي اس ار والسيري اكتيف بروتين. دائما هذه الصاحب مع وجود الالتهاب، يعني واحد عنده فاصله توجعه راح يروح يسوي اس ار، الزاما راح يطلع يعني اكثر من العشرين، جزء 40 جزء 50 جزء 60. زين، ف السيري اكتيف بروتين والعلاقه بالبروتينات اللي تتواجد بسبب وجود الالتهاب، طبعا هذا دائما يطول، يعني يطول هذا الاي اس ار جزء يتعدل ويا الالتهابات، مضادات الحيويه مضادات الالتهابات بغض النظر عن كيف هي فيروس او بكتيريا او وات ايفر. السيري اكتيف بروتين راح يظل مده يطول اكثر بالجسم، فغالبا يعني يسوي التحليل المريض ورا فتره يقول هذا السي ار بي مدى يتحسن، يعني لان السبب لان هو اصلا هاي البروتينات تظل بالجسم تظل بالدم فترة طويلة إلى أن يصير بها ريزوليوشن وتروح. ماشي يعني. البيوبسي تعرفون البيوبسي إنه هو أخذ الخزعة من المكان اللي بيه مشكلة وغالبا ويا الأورام يعني، والفيجوال أنالوج سكيل اللي هو العلاقة الأشياء العلاقة بالفيجوال أيضا ممكن يسوي لها السكيل. لهنا إحنا خلصنا الأكيوت أوروفيشيال بين. الكرونيك اوروفيشيال بين تحبون ان شاء الله على بكره موعدنا على الساعه 8:30 يكون. احنا خاف باشر عندنا محاضره احتمال اندو باشر الصبح بس تواصل انتم ما دام موجودين. دكتور عندي انا بكره لازم اجي يعني الزاما اجي بس دكتور يعني عندي شيء اذا الدكتور باشر عندنا 8:30 يعني احنا على 9:30. لا انا ما اقدر انا بكره الزاما 8:30 على الجدول. أنا الأحد باشر عندنا محاضرتنا ثابتة؟ اي ثابتة محاضرتنا. لا لا محاضرتنا على الجدول لانه انا السبت اوكي فري اكون معاكم ما عندي مشكله، بس الاحد لا مو فري يعني عندي 8:30 9:30 محاضره ان شاء الله. تمام. وهذه المحاضره تاخذها وياكم دكتوره؟ اي هذه والله حاخذها وياي وبكره ان شاء الله اعطيكم اياها. تدرون هسه اروح سوى للسنسه؟ لا اخاف يعني يتاخر عادي ماكو مشكله، بس بكره ان شاء الله اتصل لكم. اوكي ان شاء الله. شكرا لكم. نعتذر احنا على التاخير. لا ماكو مشكله.